مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. صراحة احنا استغلينا المناسبة السعيدة دي ان احنا نفتتح فرع امانة مدينة الشروق بحزب مستقبل وطن، وقلنا بقى نستغل هذا الحدث الجليل المبارك، بيبقى مناسب واول مناسبة لينا في مدينة الشروق. هل في انشطة للحزب في الفترة الراهنة؟ طبعا احنا دايما او خطتنا كلها مركزين على الشباب في المدينة، للنهوض بالشباب والعناية به والمشاريع والرياضة وتعليم وكل المجالات للشباب مفتوحة ان احنا نتعامل فيها، حتى توظيف فرص العمل، توفير فرص العمل للشباب موجودة في الشروق من خلال مكتب توظيف الحزب هنا، من خلال دورات كمبيوتر للناس اللي ما بتتعاملش مع الكمبيوتر، توفير كل شيء يخص الشباب، رياضة، ماراثون، مسابقات، كل شيء. نورتني النهاردة على بوابة الهلال اليوم وشرفتنا جدا. متشكر جدا، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يوفقكم.